استاذنك خلينا نروح نشوف الجلسه اللي دارت بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي والحديث كمان اللي دار ما بينهم. نروح نسمع ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين جميعا. اهلا مصطفى. اولا الترحيب شويه على الكابتن محمود الخطيب ان احنا نرحب بيه هنا جوه نادي الاتحاد السكندري. سعداء كلنا و يشرف نادي الاتحاد السكندري تواجد الكابتن محمود الخطيب. احنا كمان اعضاء النادي قدامى لعيبه كره القدم بنادي الاتحاد السكندري تواجدهم النهارده، الساده الاعلاميين، الساده اعضاء النادي. احب ارحب طبعا بأخويا العزيز الحاج جمال، اخ فاضل، والحاج خميس، يعني الحاج جمال الجرحي من الناس المحبه للنادي الاهلي طبعا كلكم عارفينه، وابنه محمد جمال الجرحي من الناس الشخصيات المحترمه جدا، انا يعني زميلته وشفته في مواقف كتيره محترمه. الحاج خميس طبعا الغنيمي، وابنه الحاج عمر، عمر خميس الغنيمي، عضو مجلس اداره نادي سموحه. سعداء بنتشرف بيك، شرف بالكابتن محمود الخطيب، نورت كابتن النادي وشرفنا بيك جدا. زياره الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لنا ما كانتش مفاجاه، ولكن الخطيب العلاقه اللي تربطني بيه علاقه مش النهارده، يعني بنتكلم من سنه 86، 86 يعني بنتكلم دلوقتي في حوالي اكتر من 36 سنه. فعمر بالنسبه لي انا في الاداره، لكن طبعا بالنسبه للساده هو عجز، انا لسه ما عجزتش، هو عجز. ولكن طبعا زملاء الكفاح معاه لعيبه الكوره قدامى في نادي الاتحاد، يعني عاصرته الكابتن الخطيب في الملاعب، وانتوا كابتن الخطيب وهو صغير، وما زال طبعا يعني الشبابيه اللي هو موجوده فيها دي، والحب والاخلاق والكاريزما الغير عاديه اللي موجوده، يعني لما نشوف حتى ناس ما شافتش الكابتن محمود الخطيب وهو بيلعب كوره، شافته في الاداره، ولكن لما تلاقي شاب صغير عنده 10 سنين او 11 سنه ويتمنى ويجري ان هو عايز يصور مع الكابتن محمود الخطيب علما انه ما شافوش، ولكن دي كاريزما يعني ربنا حباه بيها. فانا بقول لك كابتن ما شاء الله عليك، ربنا يزيد حب الناس لك. نادي الاتحاد انا اعلم قد ايه محبتك جواك لنادي الاتحاد السكندري، وتملي بيسال علينا وتملي بيطمن علينا، واخرها حتى يعني السنه اللي فاتت انا فاكر المكالمه اللي حصل بينه وبين الكابتن طلعت يوسف في توقيت معين، الكابتن خطيب اتصل بالكابتن طلعت، هو كلمني الكابتن خطيب وطلب مني رقم الكابتن طلعت ويكلمه ويؤازره ويقف معاه في فرقته ومع نادي الاتحاد. فده مش غريبه، علما ان تلاقي واحد يقول لك ايه، احنا مالنا باللي بيحصل في نادي الاتحاد، ولكن ليه يعني لمسات احنا بالنسبه لي كمسؤول عن النادي او كرئيس للنادي احس بيها واحس قد ايه الراجل ده بيحب نادي الاتحاد. نرجع ل 2014 مقاويه نادي الاتحاد، مكالمتي مع كابتن محمود الخطيب في دقيقه واحده بس، بقول له يا كابتن خطيب انا حابب ان انت، قال لي محمد انت عاوز ايه؟ انت طالب ايه بالظبط؟ العب هلعب، اكون موجود معاك اكون موجود معاك. ولكن جات لنا الفكره طبعا يعني عشان الكابتن يعني برضه ما نتعبوش، جت لنا الفكره ان هو يعمل ضربه البدايه، هو طبعا اسطوره الكابتن شحته الاسكندراني، ان هم يعملوا في مباراه سبورتنج لشبونه مع نادي الاتحاد، وده كان بالنسبه لنا حدث. يعني امبارح انا شفت الكابتن مدحت شلبي برضه يعني عاد هذه الفقره، ودي فقره لا تنسى في تاريخ نادي الاتحاد. فنادي الاتحاد احنا ما بننساش المواقف المحترمه من الانديه الشعبيه زي النادي الاهلي، فلو في نوع من التوأمة اللي بيننا وبين النادي الاهلي اكيد مش النهارده محمد مصلحي او كابتن محمود الخطيب، احنا بنتكلم على اجيال سابقه واجيال ان شاء الله هتيجي تاني وهتشوف قد ايه نادي الاتحاد تاريخه. لو افتكر انا ارجع شويه برضو ورا كابتن خطيب وهو بيلعب، او الساده القدامى نادي الاتحاد، كان قبل ما يبتدي الدوري العام الممتاز كان لازم مباراه بتلعب وديه ما بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، فده بالنسبه لنا تاريخ. فتملي ده ليه ما اختلاش احدى الانديه الثانيه، ولكن النادي الاهلي كان شايف النادي الاتحاد شعبيته وجماهيريته. فانا يعني النهارده طبعا سعيد كمان مره بزياره الكابتن محمود الخطيب، واكيد طبعا انا فاكر طبعا برضو انا زي ما الاستاذ جاسر بيقول فاكر نادي الاتحاد بطوله افريقيا، والكابتن الخطيب حضر مباراه النهائيه لنادي الاتحاد السكندري، وكان لفته طيبه منه يجي
ولابس تيشيرت نادي الاتحاد اللون الاخضر، ودي كانت برضو رساله واصله للناس كلها. امبارح لما كنا بنتكلم، انا كنت لسه على فكره واصل امبارح من دبي، واول امبارح لقيت الكابتن محمود الخطيب بيكلمني قال يا محمد انا موجود في اسكندريه وما ينفعش ان انا اكون موجود وما ازورش نادي الاتحاد. فكان زياره الكابتن محمود الخطيب امبارح قبل زيارته للنادي سموحه، ولكن طبعا عشان تواجدي انا خارج البلاد فانا وصلت حوالي الساعه 11 بالليل، كان في مكالمه بيني وبين الكابتن واتفقنا على الزياره النهارده. فكمان مره باسم مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، باسم اعضاء النادي وباسم جماهير النادي وباسم قدامى لعيب نادي الاتحاد السكندري، برحب بيك كابتن محمود، ناديك ومشرفنا ومنورنا، وده يعني مش غريب عليك اللمسه الطيبه ان انت حضرتك تزورنا النهارده في نادي الاتحاد. تشكر جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا يعني أخويا وصديقي من زمان الحاج محمد مصلحي، وأنا يمكن عايز أبتدي كلامي قبل ما أشكركم وأشكر كل السادة الحضور، لأن أنا طبعا دلوقتي بالتجمع الموجود دوت وفي وجوه كمان نجوم، أنا شرفت أن أنا ألعب معاهم، بالنسبة لنا نجوم كبار جدا جدا، فأنا سعيد جدا أنا شايفهم النهاردة موجودين. الحاج محمد الحقيقة يمكن زي ما قال كده من 86 أو 87 التقينا مع بعض، وكان حبه لنادي الاتحاد بيتكلم بأحلام كتير عن نادي الاتحاد، فالأمر ده خلاني ساعتها أشوف أن الحب ده لازم يترجم لعمل، يترجم لعمل أنه بيتقدم ويروح يشوف يعني يقدر يساعد ازاي بالنسبة لنادي الاتحاد، وتولى الرئاسة اكتر من مرة. اعتقد ان هو جواه احلام كتير جدا، كل اللي انا اتمناه ان هو الاحلام دي عشان تترجم محتاجة معاونة، معاونة من الاعضاء، معاونة من الجماهير، معاونة من اللعيبة القدامى، معاونة من اللاعبين الحاليين، ازاي كلهم يمشوا في اتجاه واحد علشان يحققوا مصلحة نادي كبير قوي والنادي ذو شعبية ضخمة جدا كلنا بنحبه اللي هو نادي الاتحاد. أنا يمكن من فترة كان يعني كان عاوزني أكون موجود، ويعني دعوة ورا التانية، بس قلنا لما تيجي الظروف، فالحمد لله دلوقتي الدعوة دي بشكره جدا عليها، وفي نفس الوقت منتظرين إن شاء الله أن هو ومجلس إدارته واللعيبة القدامى يشرفونا في النادي الأهلي، لأن احنا لازم يا جماعة الرياضة دي ليها مفاهيم مختلفة. مفهوم الرياضة ان احنا ازاي نتقرب، الرياضة بتقربنا مش بتبعدنا، الرياضة دي بتبقى وسيلة لتقارب الشعوب نفسها مش شعب واحد. فالرياضة ليها دور مهم جدا ودور سامي جدا في خلق اجيال جديدة، الاجيال الجديدة دي ازاي تكون اجيال ذو روح رياضية، ذو مواصفات واخلاقيات، يتنافسوا بشرف واكسب واخسر واتعادل وابقى زعلان على فرقتي، لكن ده ما يوصلناش ابدا لتناحر، وما يوصلناش ابدا لندي صوره غير طيبه لعامه اولادنا واجيالنا كتيره كبيره اللي جايه ان شاء الله او الصغيره طالعه ان شاء الله. نادي الاتحاد انا بشكركم جدا جدا على التجمع دوت، وان شاء الله نكون نسعى دايما كذا ربنا اراد سبحانه وتعالى ان احنا نكون في مركز او مراكز يعني قياديه في انديه رياضيه كبيره ذو شعبيه. مطلوب مننا او مسؤولياتنا كبيره جدا جدا تجاه بلدنا، تجاه القياده السياسيه بتاعتنا واتجاهات الدوله بتاعتنا، ازاي احنا نكون داعمين لدوت من خلال عملنا، من خلال الرياضه، ازاي يكون لنا دور في دعم اتجاهات الدوله والقياده السياسيه بتاعت الدوله رئاسة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ازاي نمشي في اتجاه كل واحد في دوره، كل واحد في بلدنا يقوم بدوره، يقوم بدوره في اتجاه تقدم البلد، في اتجاه رفعة البلد. احنا الرياضة لنا دور مهم جدا، لان احنا بنخاطب شرائح كتير من المجتمع. هو ده المايك اللي هو بيتكلم فيه، وسيبني انا مايك بايظ. فالشرائح اللي احنا بنخاطبها دي الناشئ الصغير 5 سنين و6 سنين لغايه
اولاد وبنات لغايه الفريق الاول، مجتمع كبير من اعضاء الانديه الرياضيه. ازاي القياده الرياضيه الموجوده تكون نموذج لدفع هذه العجله الرياضيه، ده الاتجاه اللي انا بقصده، ازاي هنمشي بهذا الشكل. نادي الاتحاد الحمد لله النهارده انا شايف نادي الحقيقه يعني هايل مريح، حتى اول ما دخلنا كده في راحه نفسيه، في استعدادات كويسه جدا، في 8 فدادين لسه جايين كمان جنب النادي، اعتقد ان شاء الله هيكونوا امتداد وهيكونوا يسعد بيه كل اعضاء نادي الاتحاد للافكار برضو اللي هو بيقولها لي دلوقتي واحنا ماشيين، عايز يعمل كذا وعايز يعمل سباحه وعايز يعمل صاله وعايز يعمل يعني قدامه حاجه، بس هو عايز المساحه حكمه. النادي اللي انا بحبه بصراحه نادي الشاطبي، يعني انا بروح ده بالنسبه لي، خلي بالكم مثلا من ضمن الحاجات، كنت بعد ما بطلت كوره كنت باجي اسكندريه باخد العربيه انا اللي سايق يعني، واروح امشي عند نادي الاتحاد لان انا بحب المكان ده، مكان الحقيقه كنا بقى طبعا منافسات كثيره جدا فيه يعني. فالانديه الكبيره والانديه الشعبيه اللي موجوده في مصر عليها مسؤوليات كبيره وعليها دور كبير لرفعه بلدنا الحبيبه باذن الله. بشكركم جدا ومنتظر يكون عندنا ان شاء الله الزياره قريبه من الحاج محمد للنادي الاهلي وكل الساده الحضور يعني. بشكركم جدا والسلام عليكم. طبعا انا يعني كلام